ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. توفيت شابة وهي حامل اليوم الاثنين بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء بعد أن دخلت غرفة العمليات لتضع جنينها الذي انتظرته 9 أشهر، لكن أجلها وصل وسلمت روحها لخالقها دون أن تراه. وبحسب مصادر إعلامية فإن سبب الوفاة راجع إلى ارتفاع الضغط للمتوفية أثناء الولادة، وهو ما أخرج الوضع عن السيطرة عند الأطباء أثناء قيامهم بالعملية القيصرية. هذا وفوجعت عائلة الراحلة بالخبر غير مصدقة ما وقع، ونتج عنه انهيار وعويل وبكاء وحسرة الفقدان التي كانت صعبة بالنسبة إليهم. وأضافت المصادر أن جثة الضحية ستخضع للتشريح الطبي للتأكد من سبب الوفاة، وهل كان فعلا ارتفاع للضغط أم هو سبب آخر؟ يوسف ناخذ كلمه بعدا من عند مينا، هي الاولى. مينا بعدا البركه في راسك. ومشى معك بزاف الحبيبه، وراني تشوت في بنتي اختي، وراني تكوت فيها. شنو وقع ليها؟ شنو وقع لي؟ كتحملي مسؤوليه اليوم يا اختي؟ وراني كنحمل مسؤوليه السبيطار. انا جداني يوم قلت لهم بنتي فات طونس وكيعبروا لها كيقول 18 20، وانا فتحوا ليها وما نعرفش شحال كتلقى على طونسيون. 20 18 20 17، ما كتفوتهاش كتطلع. ورا قال لي غنولدوا باش ما تموتش للتربيه في كرشه، والمهم بنجو. واش ولدت في الوقت ولا قبل الوقت؟ وقتها شهر. انت شحال انت كتقولي نولد بنتي بالسيزاريه باش ما تموتش بنتي؟ واش طونسيون مريضه دي اصلا ولا هي طلع ليها مع ما عرفتش؟ لا بالولاده، بالولاده طالع لها. ما نقدرش نكذب على شي حد، ولكن هما كيتحملوا المسؤوليه. انا ما عارفه حتى شي حاجه، انا ما عنديش الامكانيات باش نولد بنتي في كلينيك، وانا كنديرها في ميناج. كون عندي الامكانيات انا ما نقدرش نخلي بنتي ضايعه. واخا الوقت اللي خرجتيها واش قال لك؟ هاد ما قال لي والو. جا لحد جيت خرجت بنتي ومشيت شريت لها داك الدواء ديال الفتح. ما لقيتي لا طبيب يدوي معاك يقول لك هاد البنت راه فيها طونسيون؟ ما كان حتى شي واحد، ما دويت مع حتى شي واحد. دخل لي حل لي السكيورتي، هزيت بنتي مشيت بها. بنتي غاده على بنتي. واخا جبتي بنتك تولديها شنو طلبوا منك؟ شنو قالوا لي؟ انا ما عرفتش حتى واحد ما قال لي. واخا يوسف انا بنتي ما عرفتش. اش غنقول لكم؟ انا بنتي ما عرفتش. انا بنتي نتعب غير تولد وغيفوت الطونسيون. انا واحد الاخ صافي سكتي. وانا بنتي واحد وانا بنتي زينه واحد بيضة. واحد الاخ اللي ضعف صافي سكتي. انا واحد الاخت اللي هي غادي نكون التصويره ديالها اللي مالك. انا اليوم ديت رفيزه باش تغدى بها، واليوم غادي تغدى بالكسكسو ديالها.